طيب خلونا نروح للحوار الوطني. النهاردة استؤنفت جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، وتمت مناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وتفرغ أعضاء مجلس النواب الشيوخ التفرغ بتاعهم، يعني لأنه الكلام على أنه مفترض يكونوا متفرغين. أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضرورة التفرغ التام لعضوية المجلس سواء النواب أو الشيوخ لعدم تضارب المصالح، كذلك مراجعة التمثيل النيابي وزيادة عدد النواب لاستيعاب الزيادة السكانية والمدن الجديدة التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية. وأوصى المشاركون في الحوار الوطني بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية وزيادة عددها لتمكين النواب من العمل في دوائرهم بسلاسة ويسر وعدم تدخل الدائرة. الحقيقة قبل ما ناخد المداخلة حابة أقول لحضراتكم أن كان في لفتة إنسانية جميلة النهاردة من الحوار الوطني، أنه تم تأجيل الجلسة لمدة ساعتين علشان أعضاء الجلسة يقدروا يحضروا جنازة جورج إسحاق. لفتة إنسانية يعني جميلة جدا. النهاردة إحنا هيكون معنا على الهاتف دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بيك دكتور. يعني إحنا بنتكلم عن الحوار الوطني، قبل ما نتكلم عن مدار في جلسة اليوم والحديث عن زيادة أعضاء مجلس النواب وتفرغ الأعضاء سواء النواب أو الشيوخ، يعني خليني أخد وجهة نظر حضرتك ورؤيتك للحوار الوطني إلى الآن، ورؤيتك بالنسبة للحوار الوطني إلى الآن، ما تحقق منه، سيره، أهمية وجود الحوار الوطني في هذه الفترة، وجهة نظرك عن الحوار الوطني. يعني أنا بعتقد أنه مسألة الحوار الوطني الدائرة في مصر هذه الأيام، واللي بدأت بدعوة من السيد الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية يمكن منذ عام ونصف في رمضان قبل الماضي، يعني دعوة محترمة لقت قبول كبير من كافة التيارات السياسية الموجودة في الساحة حتى الأحزاب، وكانت فرصة مهمة لأنهم يكون لهم دور حقيقي في شكل وطبيعة القوانين اللي موجودة، شكل وطبيعة الحياة السياسية، الجانب الاقتصادي. وكان يعني أهم توصية من الرسائل اللي جات من السيد الرئيس هو أنه يعني نختلف ولكن كلنا من أجل الوطن، وأن احنا ملزمين بتفعيل كافة التوصيات التي تخرج من الحوار الوطني. وأنا بعتقد أنها كانت دعوة جادة تلقتها الأحزاب السياسية والقوى السياسية والنخب السياسية. تم تشكيل الأمانة العامة بشكل كبير، كانت شخصيات على مستوى يعني التوقع من كل الأطياف، يعني حازت ثقة الجميع، وبدأ العمل في لجان تحضيرية يمكن لمدة سنة، وبدأنا في حوار وطني في أولى جلساته يمكن من بداية يعني مايو. وعشان كده وصلنا إلى أنه في اهتمام حقيقي بما يتم وما يدور، يعني قضايا تم رفعها واستقبالها، مقترحات، شكاوي، الكل شارك. كان هناك جلسات استماع من كافة الأطياف، وحتى أنه كان في لجان بتجوب المحافظات وتعقد لجان استماع ولجان مشاركة وندوات ومشاركات. فأنا يعني بعتقد أنها كانت دعوة شاملة لكل من يستطيع أن يقدم فكرة أو يقدم حل لحل أزمات تواجه الدولة المصرية، والهدف منها هو تعديل وتحسين البيئة العامة للدولة المصرية سواء كانت في تشريعات أو في قضايا تنفيذية أو حتى في شكل وطبيعة الحياة السياسية والاقتصادية التي نعيشها. وأنا بعتقد أنه تقسيم يعني اللجان بالشكل ده حتى المقررين للمحاور سواء كان الاقتصادي أو السياسي اللي بيرأسوا نخبة محترمة من يعني خريجين الجامعات المصرية وقادة النخبة في المجتمع المصري. أنا بعتقد كأحد أبناء يعني كلية اقتصاد وعلوم سياسية ووجود عدد ليس قليل من أبناء الكلية سواء كانوا من تقلدوا مناصب العمادة أو المؤثرين في القرار السياسي في مصر على مدار تاريخها، أنا شايف أنه يعني في ثقة كبيرة جدا، وفي كانت فيها شفافية كبيرة في اختيار القيادات دي. تم العمل بنزاهة كبيرة مع كافة القوى السياسية ومع كافة الحلقات وحتى الشخصيات والأحزاب،
ولحد الان بيتم التعامل. يعني تابعنا الحوار ويعني على مدار الفتره بنتابع القضايا وبنتابع يعني المخرجات، لسه لم يعني تظهر بشكل كبير، النتائج لسه عليها شويه، لكن انا شايف لحد الان انها دعوه محترمه نالت ثقه الجميع، الكل بيشارك بجديه يعني. طيب استاذ اسماعيل، خلينا ننتقل للي حصل النهارده. يعني الحديث عن زياده الاعضاء في مجلس النواب والشيوخ والحديث عن التفرغ، لو اتكلمنا بدايه عن فكره زياده الاعضاء، هي طبعا دي مساله بتنظم في كل دوله حسب يعني حسب احتياجات وظروف كل، يعني ما هيش ثابته في من يعني بتختلف من دوله الى اخرى. صحيح. وجهه نظر حضرتك في فكره زياده الاعضاء حتى يعني يتناسب ده مع الزياده السكانيه، وان في مدن جديده، وانه يكون يعني في اكثر تمثيل داخل البرلمان لهذه المدن ويتناسب مع الزياده السكانيه. يعني انا بعتقد ان المحور السياسي ومنذ بدايته، يعني حتى بقى يعني قبل بدايه انطلاق الجلسه الاولى ليه، كان هناك توصيه من اعضاء المحور السياسي للسيد رئيس الجمهوريه بمد يعني العمل بقانون الاشراف القضائي على الانتخابات، ودي كانت حاجه يعني مهمه جدا وتثبت مدى الجديه من الجميع، انه الكل يريد عندما تجري مصر انتخابات سواء كانت رئاسيه او برلمانيه ان تكون تحت اشراف قضائي كامل، وهو الامر اللي يعني اوصى به السيد الرئيس، وعلى طول فورا اصدر يعني القانون بمد يعني الاشراف القضائي، ودي كانت لفته مهمه جدا حتى قبل بدايه يعني في المراحل التحضيريه، وكانت قبل بدايه انطلاق الجلسه الاولى. عندنا في مجلس النواب حضرتك تعلمي كان قديما مجلس الشعب، وبعدين تحول في المرات الاخيره لمجلس النواب، وكان ما فيش مجلس شورى، وتم اقراره في الانتخابات الاخيره برضه وبقى ما اسمه مجلس الشيوخ. وانا بعتقد انه من اهم الحاجات او ما يعني ضابط رئيسي ومعيار اساسي من المعايير اللي بنحكم عليها من وجود ديمقراطيه حقيقيه من عدمها في كل دول العالم، هو وجود مجالس نيابيه منتخبه وممثله تمثيل كامل لعدد السكان او طبيعه السكان او ما الى ذلك. واحنا عندنا انتخابات ديمقراطيه تمت في العام 2020، وكان برلمان يعني اشاد به الجميع، وكانت تحت اشراف قضائي، وكان في زياده في عدد الاعضاء، وتم اقراره بنظام يعني نصف فردي ونصف القائمه، كان يعني عدد النواب اللي موجودين فيه 568 نائب، 284 مقعد بنظام الفردي، و284 بنظام القوائم. وكان تم تقسيم الجمهوريه لثلاث انا عارفه اللي فات، انا بس بسال حضرتك عن هل يعني فكره الزياده مره اخرى وجهه نظر حضرتك فيها. هو يعني انا شايف انه يعني في دول كتير في العالم بتسعى انه مساله انه يعني زياده عدد الاعضاء او قلتها يعني مش معيار اساسي، انما القصه في الموضوع هل هو تم انتخابه بانتخابات ديمقراطيه نزيهه؟ هل تم تمثيل كافه فئات المجتمع بالزبط، سواء كانت المراه ممثله، الشباب، ذوي الاحتياجات الخاصه، كل الفئات في المجتمع؟ هل هو بنظام القايمه المطلقه او النسبيه؟ هل بنظام الفردي افضل؟ لا. هل مع زياده عدد سكان مصر اللي اكثر من 105 مليون مواطن، هل احنا محتاجين نزود عدد؟ يعني احنا كنا بنتكلم في تقريبا 598 عضو برلماني، ده غير ده في مجلس النواب غير مجلس الشيوخ. هل احنا محتاجين نزود عدد اعضاء عشان يتم تمثيلهم تمثيل المجتمع كله ولا لا؟ لكن انا وجهه نظري الشخصيه انه مجلس النواب ليس بالعدد وليس بكثره عدد النواب، ولكن بالفاعليه. وضحت الفكره. بالفاعليه وقوه الاعضاء وقوه وقدرتهم على الاداء بشكل قوي. يعني خليني اقول لحضرتك مؤشر بسيط، انه في العام 2015 وده كان اول مجلس نواب بعد ثوره يونيو، كان اكثر من 90% من المشروعات القوانين التي تم طرحها
وتم إكرارها كقوانين كانت مقدمة من الحكومة وليست مقدمة من الأعضاء. وأعتقد أنه لحد الآن يعني إجمالي ما تم تقديمه من النواب وهم يصلوا إلى ما يقرب من 600 ليس بكثير بالطبع. ليس بكثير، وأن الحكومة هي من تقود الدفة، وبالتالي يعني كثرتهم أو قلتهم ليست هي المهم، هو الفعلية، وإنما فعالية الأعضاء وتدريبهم وتجهيزهم وقوتهم وقدرتهم على مواجهة يعني. أستاذ إسماعيل، خليني أستغل وجود حضرتك معنا لأن حضرتك باحث في العلاقات الدولية، وأسألك عن مدار اليوم في السودان. بعد أقل من 10 دقائق من انتهاء الهدنة انطلقت الحرب بقوة كما كانت في اليوم الأول لها، وهذا أمر شديد يعني الغرابة وملفت جداً. يعني خليني أسأل حضرتك، هل تعتقد أنه كل من الطرفين يسعى لتحقيق واقع جديد يفرضه استعداداً للهدنة القادمة أو استعداداً للمباحثات القادمة؟ يعني أنا شايف أنه الطرفين المتصارعين في السودان وإن كانوا يسعوا إلى تغيير الأوضاع على الأرض ومحاولات فرض النفوذ والسيطرة على الدولة بشكل أو بآخر، إلا أنهم غير قادرين على الحسم. ولكن يعني خلينا نرجع للعامل الخارجي والأطراف التي تساند كل طرف وقدرة، يعني هم ليسوا متساويين. احنا عندنا الجيش الوطني السوداني، وهو يعني ما يجب وما تعلمناه في العلوم السياسية، وحتى ده احد ثوابت السياسه المصريه، انها تتعامل مع الحكومات، تتعامل مع الحكومات ومع الجيوش، وليس بالطبع مع الجيوش الوطنيه، ولا تتعامل مع ميليشيات او مرتزقه او حتى جماعات منشقه. وبالتالي اصرار يعني اطراف خارجيه على التعامل مع طرفي الازمه على انهم طرفي صراع ويجب ان يتم التفاوض بينهم هو خطا يعني يقع فيه الجميع، و يحاولوا الأطراف التي تدعم. إذن ماذا على الأطراف الخارجية أن تفعل؟ لأن ده كان سؤالي الأخير لحضرتك، أنه كثير من الدول تلتزم الحياد لأنه ده شأن داخلي سوداني، ولكن السودان على شفا حرب أهلية، فهل حان الوقت إلى أن تتخلى بعض الدول عن الحياد لاتخاذ مواقف مختلفة حرصا على استقرار وأمن السودان؟ خليني اقول لحضرتك انه الدوله المصريه يعني ضد التدخل الخارجي في الازمه السودانيه بشكل كبير، ومنذ يعني اوائل الدول التي يعني اعلنت يعني رفضها لاي تدخل. ولكن الاطراف التي تدعم قوات الدعم السريع يعني تتدخل بشكل كبير لاحداث لحمايه مصالحها. بالضبط بالضبط، يعني حتى تكسب الطرف او تدعم الطرف الذي يريد ان يطغى على السلطه في السودان وان يستطيع ان يحكم بشكل او باخر نتيجه متغيرات كثيره جدا، رفض الجيش للتدخل الخارجي. حتى مبعوث الامم المتحده اعلن الفريق عبد الفتاح البرهان عدم رضاه عن ادائه وان هو متحيز بشكل كبير، وتفاصيل كتير ليها علاقه بعلاقاتهم ب سواء كانت الأطراف الدولية، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بعض القوى الإقليمية. أنا شايف أنه يجب أن يكون هناك تدخل إيجابي نشط، هناك تدخل سلبي مزعزع للاستقرار، أن تدعم الطرفين، أن تساعد الطرف الميليشيات أو المرتزقة بالسلاح والمال والدعم اللوجستي، وهو ما يصعب ويزعزع الأوضاع في السودان. ولكن هناك تدخل إيجابي ونشط، أن تدعم الحكومة الوطنية، أن تدعم الجيش الوطني، أن تدعم الدولة الوطنية، أن تدعم طبعا الشعب السوداني وقدرتها على فرض سيطرتها على حدودها. أستاذ إسماعيل، يعني أنا بشكر طبعا حضرتك جدا على يعني الوقت اللي تفضلت بيه وعلى أكثر من موضوع تحدثنا فيه. بشكرك جدا أستاذ إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية على وجود حضرتك معنا.